فرح عايز اعرف منك انت يعني المفروض في مشاركتك في الاولمبياد الخاص ك ك ك كلعبتك بس في الباسكت ولا العاب اخرى؟ لا كنت بلعب باسكت بس كده. طب قول لنا بقى يعني عن البطوله كان شكلها عامل ازاي؟ برضو نفس شكل الباسكت الطبيعي اللي احنا نعرفه ولا بيختلف في الاولمبياد الخاص؟ كان في شويه رولز مختلفه شويه. مثلا احنا كناس يونيفايد كان حاطين لنا ليميت في السكور ان احنا ما ينفعش نجيب بجوان او بساكت اكتر من 30% من السكور كله. فدي حاجه كويسه طبعا عشان الدمج ان احنا ما نلعبش احنا بس. بالظبط ان احنا ما نلعبش احنا بس. بالظبط وان هم كمان يلعبوا معانا. كان في مثلا التايم في الماتشات بقى مختلف شويه ان احنا كنا المفروض في الباسكت العادي 24 ثانيه للهجمه. ده ما كانش موجود, ما كانش في تايم محدد. ما الوقت مفتوح عادي بالظبط ما فيهوش مشكله. بس الماتش كله 40 دقيقه زي الماتش العادي يعني. لعبنا كم ماتش بقى المفروض؟ لعبنا المغرب والجزائر, يعني لعبنا خمس ماتشات. كسبناهم ولا ايه الاخبار؟ كسبناهم كلهم. كلهم كسبناهم. مستوانا ايه في الباسكت في مقارنه بالفرق الثانيه؟ بجد ممتازين فعلا, متفوقين دايما جدا بجد. مش بقول كده عشان فرقتي وكده, بس فعلا ممتازين. طيب ما شاء الله يعني جبنا المراكز الاولى. الحمد لله. طب 100 100 المركز الاول. مبروك يا فرح. ايوه.